لتيم، والبوبة 17 اللي غيتواجد فيها الكريمة دول أطلس رقم 7 أخيرا الملتحقات إذا بالبوبة. إذا سي بارتي بوغ لا سيتيام كوخ، سي تراجيدي تهز الله خيول عربية أصيلة 4 سنوات فما فوق سباق من صنف سي، المسافة هي 1200 متر انطلاقة قوية من جانب كوسبيل رقم 2 رفقة راكيب زهير مديحي اللي كينطلق الآن بقوة من الجهة الوسطى رقم 17 غفران بطوك فيغت مراد زابوت الآن في الصف الثاني من جهة الحاجز، صعود لرقم 5 عبد الرحيم في الطول الآن كينطلق بقوة الآن وكيحاول أنه يمشي للصف الأول نميرو 5 سيرا دوغين الان في لا بروميييغ بلاص في الصف الثاني من جهه الحاجز رقم 14 هبه الغابه رشيده من نايم بقبعه خضراء في التخوازيام بلاص رقم 17 غفران مراد زعبود بطوك فيرت كذلك في الكاتخيام بلاص كنتبعو الصعود لرقم 9 مباركا ميوس تهامي زرقان في لا سانكيام بلاص رقم 2 كوسبيل رفقه الركيب زهير مديحي باقي عبد الرحيم في الطول الان متشبت بلا بروميييغ بلاص عبد الرحيم في الطول الان كيحاول انه يرفع لايقاع السباق في المقدمه رقم 5 في لا بروميييغ بلاص سيرا دوغين في لا دوزيام بلاص صعود رقم سعود مباركا ميوس رفقة الركيب تامي زرقان في الثوازيام بلاص رقم 2 كوسبيل من الجهة الخارجية رفقة الركيب مورا زهير مديحي في الكاتخيام بلاص كنتابعو رقم 14 هبات الغاب رقم 5 كينطلق بقوة كيوسال فريق مع رقم 9 وكينطلق بقوة زرادوغرين في الصف الأول عبد الرحيم في الطول الآن كينطلق بثبات نحو الفوز بهذه المسابقة رقم 5 في الصف الأول وتسعود في الصف الثاني الفوز سهل لعبد الرحيم في الطول ورقم 5 زرادوغرين في هذه المسابقة إذا 5 في لا بخوميييغ بلاص تسعود في الصف الثاني وثلاثة في لا ثوازيام بلاص رقم 3 لي تيم هشام الكجل اللي كيحتل ربما المرتبه الثالثه. يمكن ننتظروا الصوره النهائيه باش نتعرفوا على اصحاب المراكز الخمس.